سلام يا عيال، وصلني فيديو على الخاص من أم تصور بنتها ترقص على أغنية تاكوتا أموتة. يا خير تربية والله. الحين بدل ما تسمعيها قرآن أناشيد طيور الجنة، البنت صغيرة، من هي صغيرة تسمعيها تاكوتا؟ ملاحقين أبويا ملاحقين. سلام عليك يا شيخ، البنت صغيرة تسمعيها تاكوتا كموتة وربي ما يجي أهو. لما بنتك تكبر وتصير صايعة لا تقولي لها التربية ما نفعت فيكي. أي تربية وأنتي سمعتها تكوتة؟ سمعيها يا طيبة، طالع البدر علينا أناشيد مو تكوتة. إلا عن أبو أغنية تكوتة اللي ألفها تكوتة. جالس تقول أه ها؟ يلا قول تكوتة كموتة، قول أه. اللي قهرني كمان يكونوا ناس كده بلحية وهيبة، تلاقي سامع في سيارة تكوتة ويهز نفسه كده كموتة. انت تخيل تسمع الاغنية هذه وابوك يدخل عليك الغرفة، يمين بالله ينفض امك. اسمع اه اه. والله الاب بيقول ايش بو ولدي، الولد عندي قلب ولا ايش؟ انا مغلف رجال وانت على نياتك تسمع الاغنية حق تكوتة كموتة. واللي يرفع ضغطي كمان مرة إذا واحد خال سمعها خشمه كذا لين هنا تكوتة. كلكم والأم اللي جالس تعلم بنتها على تكوتة، يوه 6 سنوات تكوتة تكوتة. من العين تكوتة. وربي وثلاثة وربي، الجيل اللي جاي ده بيكون مرة خربان. جيل تكوتة تموتة، وين أيامنا نحن؟ وين ايامنا؟ اللعبة ذيك اللي في التلفون تضغط واحد يقول لك الو مرحبا، تضغط اثنين يا طيبة، ثلاثة طالع على البدر، عرفتوا ذيك اللعبة؟ اما الجيل اللي الحين بيجي تضغط واحد كموتة تضغط اثنين كشوتة. اقول الا يا خير تربية، الله يوفقك انت وبنتك وتكوتة معاكم. رجال اسمع الاغنية عيب، احترم نفسك، احترم لحيتك. كموتشة والكلام الفاضي هذا عيب، تسمع كموتشة. جست الأم، إذا أنت عندك بنات ربيهم من هم صغار على الشيء الصالح والله العظيم، عشان لما تكبر خلاص تمشي على الطريق نفسه اللي أنت مربيته عليها. ما إذا أنت مربية بنتك من هي صغيرة على كموتشة، إيش تتوقع لما تكبر تطلع يعني دكتورة يعني؟ طايحة من بارتي لبارتي، وكل ما تجي أغنية بالبارتي كموتشة أه تقوم تتذكرك انت. يلا يا بنات ماما كانت ترقصنا، يلا يلا يلا. يقول لي عادل لا غلط الكلمات اللي تقولها، فاضي لو امك انا احفظ الكلمات حق الاغنيه البايغه هذه. صح ولا غلط ما فرقت معايا، الزبده الاغنيه معفنه. ايه تظلمي بنتك؟ تخيلي بنتك راحت المدرسه والمدرسه قالت لها حافظه انشوده يا بنتي، والبنت قالت ايوه حافظه، المدرسه تقول لبنتك يلا قولي الانشوده، وبنتك توقف كموتة اه تموت. والله جالس اتخيل يا